اهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير. مساك الله بالخير يا رؤى. يسعد مساك يا ندى. اهلا وسهلا رؤى. يعني انا دائما كعادتي احب اول ما افتح عيوني ابدا اقرا الاخبار بالجوال. فكان من ضمن الاخبار اللي امس قريتها هو برنامج يعني صدمني كثير صراحه، لانه هو برنامج امريكي طبعا. يتكلم، هو عباره عن مسابقه ملكه جمال لكن للاطفال. تخيلي، يعني انا ماني عارفه قد ايش ممكن هذا الشيء ياثر على مشاعر الاطفال المتسابقين، وايضا حتى على المتابعين او الجمهور اللي يشوفونه. من اي ناحيه مثل هذا النوع؟ يعني من اي ناحيه يعني تخافي مدى التاثير؟ انهم يطلعوا اطفال سطحيين، او انهم مثلا يقتلوا جزء من طفولتهم؟ فعلا، لان الاطفال اصلا كلهم جميلين، فانت كيف تخليهم يتنفسون على الجمال؟ صحيح، هذا هو اللي انا اشوفه. شوفي، يعني انا بالنسبه لي يمكن ما عندي الخوف اللي عندك ندى، بالعكس احب، لانه الجو المنافسه عند الاطفال يعني ممكن يعطيهم حوافز قد ياثر بشكل سلبي. نعم، بس اذا توظف بشكل صحيح انا مع هذا النوع من المسابقات، بشرط انه توظف بشكل صحيح، بمعنى ما يكون التركيز على شكل الطفل، او ان مثلا الطفله الحلوه يحطوا لها فل ميك اب او تكون بطريقه مزعجه. يعني انا اذكر لما كان عمري 5 سنوات شاركت في واحده من هذه المسابقات، بس كانت التركيز على تمثيل منطقه معينه، فاللبس التراثي يعني. وكان فيها طبعا جوائز وغيرها. عشان كذا اقول لك اذا توظفت بشكل صحيح حلو. انا ما كسبت في هذه المسابقه، بس وكانت المدرسه هي اللي منظمتها بامانه، بس كانت رائعه يعني التحضير قبلها، وقديش الواحد يبغى انه هو اللي يفوز ويبغى انه هو يتميز. ما حسيت ان هي اذتني ابدا، لكن انا اتوقع هذا النوع من المسابقات ربما شفنا كمان احنا قبل كذا ندى بعض الفيديوهات، الام مثلا تخلي البنت تسوي دايت، او مثلا تركب لها اكستنشن، تركب لها رموش، تركب لها اظافر، فتبين في عمر مو في عمرها. هنا نتفق معك، والواحد يخاف هي قتل الطفوله بالضبط، وقد تعرض اطفالها للخطر. عرفتي يعني بمجرد ما انه الطفل يكون بهذه الطريقه وفي مسابقات تنزل على السوشيال ميديا، ويكون سهل الوصول للطفل او اغراءه او اغواءه او تعريضه للخطر انه في حاله خطف وغيره، بما انه البرنامج اجنبي، فليش انا اسوي كذا في طفلي؟ صح بالضبط. بس فهي الفكره انه اوظف هذا النوع من المسابقات بشكل يكون كويس، هي هذه الفكره. صح، انا اتفق معك في هذه النقطه. يعني مثلا في مسابقات ممكن يسوونها مثل الغاز، مثل اشياء مثلا تفيدهم او تزيدهم وعي، لكن بالجمال انا ما احس في اي فائده في هالموضوع، خصوصا على الاطفال، لان راح تاثر على نفسيتهم بشكل او باخر. صحيح، هذا حسب يعني ايش رايك ما نطول على المتابعين يا رؤى ونشوف ايش عندنا اليوم من مواضيع. راح نناقش الإجراءات الوقائية عند زيارة الصالونات التجميلية. إيش حقيقة أن إضافة ملح الطعام إلى حمض الفوليك يمنع العيوب الخلقية؟ نقاط الضعف، وهل الكلام عنها يعالجها أم يعززها ويقويها؟ المملكة تشارك الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري. اليوم جايب لكم أخبار حلوة، وهذه الأخبار دائماً أنا شخصياً بصراحة أحب أتكلم عنها. لما نتكلم عن إنجازات الوطن، عن شبابنا، عن بناتنا، عن أشياء مرة حلوة الواحد يفتخر فيها كسعودي. عموماً في إنجاز جديد وأيضاً عالمي للوطن، أبطال المملكة وكعادتهم حققوا يوم أمس 27 جائزة عالمية خلال مشاركتهم في آيسف 2024 بشراكة استراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم. طبعاً شارك 35 طالب وطالبة، وفعلياً كانوا مميزين وأثبتوا جدارتهم كسعوديين ما بين 70 دولة مشاركة. هذا اللي كنا نقول عنه، أنه كيف المرحلة ما قبل المرحلة الجامعية يتم استقطاب واستكشاف الكثير من المواهب اللي بتكون موجودة عن طلابنا وطالباتنا في مجالات العلوم المختلفة. هذه الفرحة اللي هم طبعا يعني احنا قاعدين نشوفها مع بعض على الشاشة أضعاف أضعافها، حنا حاسين بيها وفخورين فيهم. وكل سنة وفي كل مشاركة باختلاف المجالات المختلفة والتخصصات بنسلط الضوء عليهم، وبنفرح
بإنجازاتهم وأيضاً بتواجدهم، ولهذا السبب نحب دائماً أنه نستضيف هذا النوع من الإنجازات ونرحب بضيوفنا. واليوم معانا الطالب الفائز بالمركز الرابع في مجال الهندسة الطبية الحيوية عبر سكايب، ناصر السويان. أهلا وسهلا بك يا ناصر. في البداية خلينا نقول لك ألف مبروك، وش هو شعورك؟ الله يبارك فيك، وشعور بفخر أني أوقف قدام العالم كله بالبشت السعودي والشماغ السعودي والثوب السعودي، ونوريهم هويتنا السعودية في منظر جميل وبفوز. يعني ناصر صراحة أنا بارك لك وهنيك وهني كل سعودي وسعودية كانوا مشاركين في هذا الإنجاز ورفعوا راس الوطن فوق. أكيد أبغاك تكلمني عن مشوارك من بداية ما سجلت، وأيضا عن دعم موهبة لك إلى أن حققت هذا الإنجاز. هو المشوار يبدأ قبل ما أصلاً نسجل في مسابقة، وعن طريق البرامج البحثية العديدة المتوفرة في السعودية. سجلت في برنامج بحثي واشتغلت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للصيف ما سبق العام الدراسي. عن طريق البرنامج استطعت أني أبدأ رحلتي البحثية، وسجلتها في مسابقة إبداع اللي عن طريق موهبة تحت اللي تصير كل سنة. ومن أول المراحل موهبة بدأوا في الدعم بأنهم يعطونا الأشياء اللي نحتاجها والدعم بشكل يومي عن أي استفسارات علمية، إذا نقصنا أدوات للبحث أو علم للبحث يربطونا بين ناس أو مشرفين يقدرون أنهم يساعدونا. ممتاز، يعني المرحلة الأولى اللي كانت تفضل المرحلة الأولى اللي هي الأونلاين ستيج، وبعدها بالمعارض المركزية وإلى نهائيات إبداع. ممتاز. طيب خلينا نتكلم شوي ناصر عن مشروعك، إيش طبيعة المشروع هذا بالضبط وإيش الهدف من وراء؟ أنا مشروعي في مجال الهندسة الطبية الحيوية، وهو جهاز يهدف إلى تطوير ومعالجة الأجهزة المتوفرة حاليا في معالجة التجلطات الدموية، وبحيث تكلفة أقل وبمخاطر أقل عن الأجهزة المتوفرة حاليا. خليني أسألك يا ناصر، كنت متوقع الفوز ولا لا؟ وهل فوز هذا من تهديله؟ كسعودي دائما يجب أن نتوقع الفوز، ولكن كان عندي مشاعر متضاربة أمام الفوز، لأن وقت التحكيم صعب أنك تحكمين أنه هل أدائك كان جيد، أن هو نهاية اليوم تواصل بينك وبين المحكم عن أدائك. وأهدي هذا الفوز أولاً الحمد لله، وثاني إلى أسرة الذي دعموني وموهبة الذي دعموني من أول شيء إلى آخر شيء بمشرفينهم وأعضاء الإدارة وأيضاً مدرستي. طيب ناصر، حابين نسمع منك كلمة أخيرة تقولها عبر برنامج سيدتي. أشكر الحكومة السعودية التي دعمتنا بالبرامج البحثية المتوفرة في جميع أنحاء المملكة، والحمد لله أننا قدرنا نوصل لهذا الشيء من بعد دعمهم. نرجع ثاني مرة نبارك لك يا ناصر، ونقول لك الله يعطيك العافية على كل الجهود طبعاً اللي الحين نقدر نقول إنها أثمرت، وحنا كثير فخورين بك. شكراً جزيلاً لك. كمان راح ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور باسل السدحان، نائب أمين عام مؤسسة موهبة. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا. في البداية خلينا يعني نقول لكم ألف مبروك على هذا الإنجاز ودعمكم لأبناء الوطن، لكن في البداية أبغاك تكلمنا أكثر عن مشاركة المملكة في هذا المحفل الدولي من 2017 إلى الآن. 2007 عفوا. نعم 2007. يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة. طبعا اللي نراه الحمد لله هو حقيقة منظومة اكتملت بشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال مولد الإبداع موهبة ووزارة التعليم والجهات البحثية من جامعات ومراكز بحثية التي يعني نفذ فيها الطلبة مشاريعهم وإدارات التعليم ومعلمين، وأنتم أيضا كإعلاميين يعني تثيرون هذا الحدث بشكل كبير. تحفيز الطلبات خلال السنوات الماضية من 2007 هناك زيادة مضطردة ولله الحمد في عدد الملتحقين والمسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع عندنا، هي المسابقة الوطنية المؤدية للمشاركة هذه، حيث سجل هذا العام 210,000 طالب. عدد المشاريع ارتفع، مستوى المشاريع ارتفع، إلى أن طلبنا في المعرض النهائي في إبداع إلى زيادة عدد الفائزين لاحتواء العدد الكبير. والحمد لله عدد الطلبة الملتحقين يمثلون المملكة يعني يزيد إلى 35،
وبإذن الله إن شاء الله يعني نسعى لزيادة في الأعداد القادمة في الأعوام القادمة. طبيعة الأولمبياد حقيقة هي ليست مقتصرة بتحقيق النتائج مثل ناصر وزملائه وزميلاته، نعم، لكن هي إحداث حراك الاهتمام بالبحث العلمي اللي نحتاجه لنهضتنا في التطوير والإبداع والابتكار، وأيضا تنمية عقلية الباحث العلمي لدى الطالب في مرحلة صغيرة حتى لو لم يصل إلى مراحل متقدمة في المسابقة. هذه كلها تصنع شخص قادر على تحليل الأمور بشكل جيد، ينقد الأمور بشكل جيد، وبالتالي يسهم سواء عمل كباحث أو لم يعمل كباحث في مستقبل الأيام في هذا المجال. عودا للإنجاز، الحمد لله يعني عندنا جوائز خاصة، 18 جائزة كبرى في عدد من المجالات لله الحمد. ساعدنا كثيراً أمس سعادة القنصل العام في لوس أنجلوس، سعادة المحقق الثقافي في السفارة السعودية، كلاهم كانوا حاضرين الحفل، دعمونا سمو السفيرة، قابلتنا عن بعد أثناء تدريب الفريق. الحمد لله جهد كبير، وأوجه حقيقة الوردي لمقام قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير وكافة الشعب السعودي لله الحمد، اللي يعني ساعدنا بسعادتهم بهذا الإنجاز. يعني دكتور باسل، صراحة جميل نشوف منكم هذا الدعم المقدم للشباب والشابات ودعم مواهبهم. طبعا خلينا نتكلم عن المجالات اللي حصلوا الطلاب فيها على الجوائز. طبعا هناك عدد من المجالات، آسف عبارة عن 22 مجال، احنا شاركنا طلاب مشاركة 15 مجال علمي، وحققنا جوائز في مجالات مثل الكيمياء، الطاقة، علم المواد، نظام الطب الانتقالية، الهندسة البيئية وغيرها. المشاريع تراوحت بين الطاقة المتجددة، طاقة جديدة اللي هي إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين، مشروع مثل الناصر كان في معالجة تخثر الدم، استخدام أدوات يعني باستخدام طباعة ثلاثية أبعاد لطباعة بعض الأدوات المستخدمة في ذلك، تنظيف الألواح الشمسية لزيادة كفاءة الطاقة الشمسية بشكل أفضل، بعض الأشياء المرتبطة بتقنية المعلومات، بعدد من المجالات الحمد لله، ونجد يعني حماسة الطلاب والطالبات وجديتهم، وإضافة إلى يعني الوفد السعودي واللي جونا أيضا من لوس أنجلوس وباقي المدن الأمريكية، يعني في تكاتف جميل وتناغم جميل لله الحمد في خدمة أبنائنا وبناتنا، اللي قريبا بإذن الله سنراهم فيما يعني في أفضل المناصب. علماً أنه بعض المتطوعين معنا هم طلبة سابقين من آيسف جاءوا يساعدونا في خدمة الطلبة وإعطائهم نصائحهم بناء على يعني من وجهة نظر الطالب السابق اللي كان يتدرب في المسابقة أو كان يشارك في المسابقة. نعم دكتور، يعني زي ما ذكرت أنه هي مجرد المشاركة هذه مفرحة بغض النظر عن الفوز ببعض الجوائز وغيرها، على أرض الواقع كيف تشوف أثر هذه المشاركات على مدى السنوات، مدى تأثيرها وإحداث نقلة نوعية في علوم، في يعني عالم أو مجال العلوم والتقنية عندنا في الوطن في المملكة العربية السعودية؟ نعم، سؤال جميل حقيقة. نحن يعني رغم وجود عدد الحمد لله طيب ومتخرجين من جامعات متميزة ويعملوا في جامعات مميزة وجهات كثيرة، لما نحتاج إلى عدد أكبر لنفتح حراك أقوى في مجال البحث والتطوير والابتكار، تهنئة الطلبة من مرحلة مبكرة لفهم يعني ماذا يعني البحث العلمي، أخلاقيات البحث العلمي، أدوات البحث العلمي، فهم الآلية أنك تكون عن شرح المشكلة العلمية ولماذا هي مهمة، الليتشر ريفيو اللي هي الأدب أو الأعمال السابقة في هذا المجال، الخوارزمية والميثودولوجي النتائج وتحليلها، كيف أنك تصل إلى نتائج دقيقة ولا تدعي يعني طبيعة الأشخاص إذا وجدوا نتيجة واضحة بسرعة يعني يحسب الموضوع بنتيجة واضحة، بينما طبيعة البحث العلمي لا، تحتاج إلى عينات أكثر تصل إلى نتيجة حاسمة وقاطعة ثم تجربها في عدة فئات. هذه التجربة اللي يمر فيها الطلبة ليس فقط المشاركين في عيسى بل المشاركين في إبداع وهم بين بالمئات الآلاف، كل هذه تصنع هذه العقلية اللي بإذن الله تسهم في بناء مهارات الطالب ومعارفه، وأيضا في جانب المسابقة قدرته على التعامل مع نتائج المسابقة هي كانت سواء بالفوز بعدم التكبر والتواضع أو إذا ما فاز بيعني يعني الوقوف سريعا ومواصلة يعني العمل، لأنه عندنا نماذج كثيرة من الطلبة اللي شاركوا السنوات الأولى وما فازوا، إذا كانوا شاركوا خمس مرات
قبل يعني أن يصل إلى عايزه يفوز. كل هذه تصنع الطالب داخليا أو الفرد وقتها بحيكون طالب، وهذا سيكون لها أثر بإذن الله مباشر وغير مباشر. دكتور نعم دكتور باسل السطحان نائب مدير عام مؤسسة موهبة، شكرا لوقتك وشكرا لمداخلتك معنا اليوم. أبغى أجيك لدراسة غريبة. إيش تقول هذه الدراسة؟ هذه الدراسة أول شيء صحفتها الديلي ميل، صحيفة الديلي ميل، وهي معروفة طبعا ببعض الدراسات اللي تكون حقيقية، يعني دراسات مسنودة إلى شيء علمي، عرفتي، ما بتكون دراسات من كيس بعض الناس. عموما هذه الدراسة فاجأتني. إيش تقول؟ أن الموظفين اللي يشتغلوا في مناصب متوسطة هم أقل رضا وأكثر تعاسة من الأشخاص اللي يعملوا في مناصب بسيطة أو حتى مناصب متدنية. برأيك ليش؟ ليش هذا الأثر؟ طيب أنا أعتقد أنه مفهوم الرضا هو ما له شغل بالمنصب قد ما يكون هو الشخص نفسه، إنه هو راضي أو ساخط. قد أكون شخص معدم نهائيا ولكني راضي باللي أنا موجود فيه، وقد أكون شخص مثلا فاحش الثراء لكني مو راضي على اللي أنا فيه. ومفهوم الرضا دائما الناس يفهمون أنه أنا أكون راضي يعني خلاص أجلس وأحط رجل على رجل وأرضى باللي ربي كاتبه. لا، مفهوم الرضا حسب مفهومي أنا أنه أكون راضية باللي أنا فيه وأشوف اللي أقل مني وأقول الحمد لله على أنه ربي فضلني، وأشوف اللي أكثر مني وأقول الحمد لله وأسعى أني أكون مثله وأوصل مثله. يعني السعي، مفهوم الرضا أني أكون راضية تماماً على الأشياء الموجودة عندي وأقول الحمد لله يا ربي، لكني أسعى أني أنا أكون أفضل من حالي ووضعي اللي أنا موجودة فيه حالي. كلامك حلو، لكن السؤال اللي أنا طرحته برأيك ليش اللي بالوسط مو مبسوطين؟ ليش؟ أنا قلت لك حسب الشخص، ما أنا دخل بمتوسط ولا أنا أشوف الشخص نفسه. أنا أشوفها من ناحية ثانية، يعني وفقاً للدراسة طبعاً ما قرأت إيش الأشياء اللي مستندة عليها، لكن أنا أتوقع يعني القصد منها لما الشخص يكون في منتصف الطريق وعنده الطموح إنه يوصل، هذا يعني بيخليه ما يستمتع زي ما أنت بتقولي بالفترة اللي هو عايشها أو بالمهنة اللي هو عايشها، هو يبغى يوصل للقمة، فهذه المرحلة الانتقالية بتكون ثقيلة وصعبة عليه. لكن زي ما قالت لكم ندى، استمتعوا وخلي الرضا هو الأساس، فبالتالي الواحد حيمشيها step by step، زي لما كان في مرحلة مثلا وظيفة بسيطة ومن بعدها قاعد يكبر خطوة بخطوة. على طار الوظائف، خليني أسألك، أول وظيفة اشتغلتيها كم كان راتبك؟ كان 5. والله أنا أول وظيفة اشتغلتها كان راتبي 1500. والله ان شاء الله في يوم من الايام بنطرح هذا أكيد الموضوع. بارت تايم يعني مو فول تايم؟ لا غريب. لا بس كان عندي كوميشن من المبيعات. وكانت أسوأ وظيفه اشتغلتها، اصعب شيء لما تحطي يدك في جيب احد وتاخذي من جيبه، لازم تقنعيه لما يعطيك المبلغ اللي في جيبه يشتري منتج ولا يشتري ايا كان. نحن في الاخر بنبيع منتجات، فلازم تقنعيه انه هذا الريال اللي بيدفعه يستحق المنتج اللي قاعده تبيعيه. ان شاء الله في يوم من الايام بنتكلم عن هذا الموضوع بنتكلم فيه، لانه صعب جدا. عموما طبعا في كل سنه من يوم 18 مايو يحتفل العالم بتمكين النساء في القطاع البحري تحديدا، واحنا طبعا في المملكه نحتفل بالمراه كل يوم بعد تمكينها وايضا تميزها في مختلف المجالات المختلفه. اليوم راح نتعرف على قصه لسيدتان في القطاع البحري السعودي. اذا خلينا في البداية نرحب بضيفتنا في الاستديو، نرحب بشهد العمريني أخصائي سياسات في النقل البحري. هلا وسهلا بك يا شهد. أهلا، حياك، نورتينا اليوم. حياك. خلينا في البداية نفهم منك إيش هي المهام في القطاع البحري، مهامك الخاصة. أنا أشتغل في إدارة تسمى إدارة السياسات. هذه الإدارة مسؤولة عن أخذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بال قانون البحري، لأنه القانون البحري هو يعني حول العالم تقريبا مستمد من اتفاقيات دولية تابعة للمنظمة البحرية وهي الدولية. هي قوانين موحدة تقريبا لأنها تخضع لاتفاقيات، وأنت بمجرد انضمامك لها كدولة تدخلها في تشريعك الداخلي. هنا احنا يجي دورنا في إدارة السياسات نأخذ هذه الاتفاقيات ونحولها إلى أنظمة أو لوائح في التشريع الداخلي للمملكة العربية السعودية. في البداية إيش سبب دخولك لهذا المجال؟ والله الصدق حسيت أنه أنا محتاجة أتخصص بشيء، يعني كقانون أنا ما حبيت أنه قانون بتاع كله. حبيت أنه يكون في شيء دقيق معين أدخل فيه، ومن الفرص اللي جتني كان القطاع البحري وكان قطاع النقل بشكل عام. لكن صراحة وقعت بحب القطاع البحري، يعني يكفيك في العقود
يرمز للسفن بضمير هي شي فكان يعني ملفت بالنسبه لي. ملفت و يعني الحمد لله يعني مره مبسوطه في القرار وسعيده انه دخلت القطاع الحمد لله. ما شاء الله عليك. جميل. يعني احنا اليوم نعرف قد ايش مهم استثمار السيدات السعوديات في جميع القطاعات، واللي هي جزء طبعا من رؤيه 2030 تمكين السيدات. انت في رايك قد ايش مهم اهميه دور المراه في القطاع البحري، وايضا كيف استطاعت الهيئه العامه للنقل تمكنها في الدخول في القطاع البحري؟ المرأة مهم دورها في القطاع البحري كدورها في أي قطاع آخر. إحنا لازم نمكن السيدات من العمل في أي مجال هم يرغبون العمل فيه ما دام القدرة موجودة. فيعني هو مهم بحد أهميته في أي قطاع ثاني، إنه يعني وجودنا فيه كنساء. بالنسبة لنقطتك الثانية، والله يعني الهيئة العامة للنقل ما قصرت بأنها توفر الفرص والدعم للسيدات بأنهم يدخلون المجال. كذلك في مبادرات دولية قامت بها المملكة، منها هذا اليوم اللي نحتفل فيه كانت من الخطوات اللي أخذتها المملكة مع الدول الشقيقة لجعل اليوم هو اليوم البحري الدولي للمرأة. وطبعا يعني يكفيكم أنه أنا موجودة معكم وأحد منسوباتهم. يعني كثير بصراحة أنا من أمس ما أقرأ هذا الخبر وبشوف المجالات المختلفة للبنات في قطاعات مختلفة، في أشياء كنا نعتقد أنه هي حصراً للرجال أكثر، لأنه يعني تتكلم عن قطاع البحري معروف أنه هو مليء بالصعب والتحديات. إيش أكثر شيء كان يعني ممكن أنه هو يعرقل شهد؟ بس أنت ما شاء الله نظام يعني تخصصي قانوني، فأنت تعرفي كل الثغرات وكل المداخل والمخارج. نقول إن شاء الله. تحديات يعني في القطاع البحري بشكل خاص، ممكن انه ما كان في قدوه في المجال. يعني حتى لما نتكلم عن حتى الرجال في القطاع يعني نادرين جدا، خاصه في السعوديين يعني، فما كان في قدوه، شخص تطلع عين له، شخص يوضح لك ايش المسار المهني ممكن اللي تقدرين تاخذينها، ايش الخطوات الصح اللي تقدرين تاخذينها. طيب كمان اسمحي لي شهد، خلينا ناخذ ضيفتنا عبر سكايب. نرحب بالاستاذه هند الهلال، مسؤول اول في شؤون بحاره في قطاع النقل البحري. اهلا وسهلا بك يا استاذه هند. خلينا بدايه نتكلم عن التدريب اللي ممكن انكم تحظوا فيه من ناحيه البحاره، وايش هي اساسيات النقل. خليني اسالك كمان عن المده، لو تقولي لي كم يوم يستمر التدريب. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. بالنسبه للتدريب اللي احنا نحظى فيه بالهيئه للنقل كمنسوبات للهيئه، فهو تدريب يمكن قدرتنا للعمل بشكل افضل. اما بالتدريب الخاص بالبحاره فهو مستند لاتفاقيات دوليه عفوا. المدة تختلف على حسب رتبة البحار. فحنا دورنا في الهيئة العامة للنقل أن حنا نتأكد من اكتمال الدورات وأوقات الدورات ومتطلبات الدورات للرتب التالية. أستاذة هند، خلينا نتكلم أكثر عن دور الهيئة العامة للنقل، عن دعمها وتمكينها للسيدات من ورش التدريبات اللي تسويها ومن الفعاليات وغيرها. طبعاً الهيئة العامة للنقل من معالي وزير النقل إلى رئيس الهيئة دكتور رميح، فهم ممكنين وداعمين للمرأة في شتى المجالات وخصيصا في مجال النقل البحري. وهذا انا لمسته شخصيا من اليوم الاول انضمامي للهيئه العامه للنقل، فكانت وكاله هيئه النقل البحري داعمه لي بخصوص الدورات التدريبيه اللي ترفع من مهاراتي في التعامل مع الشركات البحريه او البحاره ايضا. أستاذة هند الهلال، شكرا لك ولمداخلتك معنا. نرجع لك شهد، نبي نسمع منك كلمة أخيرة بمناسبة هذا اليوم تقدمينها عبر برنامج سيدتي. قبل أختم كلمتي الأخيرة، شكرا على استضافتي، تشرفت بمعرفتكم.
نهاية أنا الصراحة حابة أشجع الطالبات الشباب اللي عندنا أنه يدخلون المجال البحري. هو مجال واسع وكبير، وحتى في أنه هو ممكن الواحد يفكر أنه دقيق، حتى فيه في فروع، فممكن الواحد يتخصص فيه ويدخل فيه. كما يعني ودي أنه يكون في استثمارات أكثر وتوفير حوافز أكثر للشباب حتى يدخلون هذا القطاع، حتى نتمكن من أننا كدولة يكون عندنا قطاع بحري بقيادات شابة. شكرا لك شهد لتواجدك معنا اليوم. طبعا اليوم يوم مميز، لأن حتى اليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف. خليني أسألك رؤى، إيش رأيك في المتاحف؟ تعجبني وتلفتني. يعني أنا شخصيا يعني لما أفكر أني أسافر لأي دولة أحب الهيستوري، أدور على تاريخها. يعني على سبيل المثال أنا أقول لك أنا من الناس اللي ما أفضل أمريكا، أفضل أوروبا. أوروبا يمكن فيها متاحف أكثر، حتى مثلا نتكلم عندنا في دول شرق أو عفوا شمال أفريقيا، نتكلم عن مصر معروفة بمتاحفها. في الإمارات يمكن المتحف الوحيد اللي حضرته اللي هو متحف اللوفر. يعني في السعودية لسه إن شاء الله نروح أنا وياك يا رؤى ونلف المتاحف هنا في السعودية إن شاء الله. خليني أخذك يا رؤى وأخذ مشاهدينا لقصة جميلة من منطقة تبوك لرجل قضى 43 عام في هواية جمع وعرض القطع التراثية مع زميلنا فهد الحمود. خلونا نشوف. ترى من كان يرتدي هذه النظارة التي وصلت إلى هذا المتحف قادمة من حقبة الحرب العالمية الثانية؟ قطع تحرك الساكن من المشاعر في هذا المتحف، ولكنها عبئا على صاحبها إذ يدفع شهريا 2000 ريال قيمة إيجاره. يعني وجوء السوق التراثي في تبوك لها أهمية جدا، اولا لتبادل السلع لهوات التراث واصحاب المتاحف. احنا الان ما عندنا مزادات في تبوك، نذهب الى مناطق المناطق المملكه الاخرى، كنذهب الى جده الى الحجاز، نذهب لتبادل السلع لشراء السلع القديمه، لان يوجد عندهم اسواق هنا، يوجد عندهم مزادات تراثيه. احنا في منطقه ما في عندنا لا سوق ولا مزادات تراثيه. 10,000 قطعه تراثيه في المتحف وصل لهذا العدد بعد صبر طويل وتحدي في هوايه تواجه خطر تركها. أنا وزارة الثقافة أنا أقول له يفتح يعني سوق تراثي في منطقة تبوك، أسوة في المناطق الأخرى، ويضع هذا السوق يفتح في أماكن القديمة في منطقة تبوك، ويكون مجمع لأهواة التراث ولأصحاب المتاحف، ومكان ويجروا منها يعني يسوي له موقع معين، ويجر كل واحد يبغى يستاجر في هذا الموقع. حتى الزائر يوم أن يجي يسأل يقول وين سوق تبوك التراث؟ طبعا تبوك التراث طبعا منطقة غنية بالتراث، منطقة غنية بالسياحة، منطقة غنية بس لا يوجد سوق تراثي في منطقة تبوك. 7 متاحف مرخصة في تبوك، وهذا مؤشر على الاهتمام بمجال جمع وبيع قطع التراث. هذا الناظور عمره 200 عام، تناقلته الأيادي وحفظته، فكم من الهواة العاديين يبحث عنه لمجرد الاقتناء. والله الشخص العادي يستفيد من السوق التراثي، يلقي نظرة على السوق التراثي، يعني يلقي نظرة على السوق ويشوف الأشياء القديمة، وإذا أعجبه شيء ممكن يشتري القطعة. بعض الناس كما تدخل البقالة الآن ولا السوق، ممكن تعجبه قطعة ما كنت تتوقع أنك تشتريها، ولكنك إذا شفتها ممكن تشتريها. أجيال تحافظ على التراث لينتقل عبر الأزمان، يحمل عبق الماضي ليعبرون من الحاضر إلى المستقبل. لقناة روتانا خليجية، فهد الحمود، تبوك. خليني يا رؤى أسألك سؤال وأبي منك إجابة صريحة على الهواء مباشرة. أكثر من كذا صراحة. أكثر من كذا صراحة. قولي لي. أنت من النوع اللي يستخدم الجوال أثناء القيادة أو لا؟ الجواب كالتالي، أنا أصلاً ما أسوق، فأنا أستخدم الجوال وأنا ركبة ورا. أوكي، صح، نسيت إنك ما تسوقين. ما أسوق. أنت قولي لي. جميل. طب ليش أنا اللي أبغى أسألك الحين؟ تقلبي علي. ها يلا قولي لي. لا مستحيل. أنا أول شيء طبعاً ما أمشي من غير جوجل ماب، فأول ما أركب السيارة أشغل جوجل ماب وخلاص، بعدها أنسى جوال. طب يعني بتستخدمي؟ لا بس في البداية. إيه يعني طالعي. أنا أقول فيه. طبيعي ما أقدر أمشي بدون جوجل ماب. تدري أنا لو ركبت مع أحد يا ندى أشوفه لاهب جواله أنا أتوتر.
صح. لو أشوف أحد يكتب مسج ولا أي شيء يسويه بالجوال أو حتى فويس مسج أنا أتوتر فعلا. يعني هذا وأنا ما لي علاقة، أنا قاعدة مثلا ورا ولا قاعدة على جنب، ما أدري. أنا استغرب الناس بصراحة اللي ممكن تستخدم جوالها ولا تتفاعل ولا تقرأ أو ترسل رسالة أو صح. تعمل أوردر وهي بالسيارة، ما أقدر. يعني إذا متعبين. أنت مستغني عن حياتك، معلش أنا وغيري نبي حياتنا، استخدام الجوال صح. جريمة، أنا أعتبرها جريمة. هو صح. النظام أصلا يمنع أكيد، يعني فيها مخالفات طبعا. في يعني دراسات كثيرة ومجموعة علماء أكدوا أن الأشخاص اللي يستخدمون الجوال أثناء القيادة يعانون من أمراض نفسية، والسبب أنهم وجدوا علاقة كبيرة بين السمات السيكوباتية واستخدام الجوال أثناء القيادة. يعني غير أنهم بيخالفوا القانون والنظام طلعوا مجانين، أتفق معاهم بصراحة. والله يا رؤى أنا أختلف مع هذه الدراسات، خلينا كلنا مجانين ومضطربين. طب هذا المنطق، الإنسان العاقل ما يستخدم الجوال ويعرض حياته للخطر وهو عارف أنه في خطورة. ندى برضو يعني رؤى من الأشياء اللي ممكن تؤدي الناس للموت، أيوة. غير استخدام الجوال هو التنمر. كيف؟ بقول لك قصة. أي. بصراحة هذه قصة أنا أمس يعني قريتها وأثرت فيني مرة مرة كثير، يعني كانت طبعا جزء من التنمر لشخص طبعا أمريكي اسمه سامي. سامي عمره تقريبا 10 سنوات. هذا الطفل كان يشتكي من تعرض للتنمر بشكل يومي من أصحابه بسبب أسنانه بالتحديد، واتصلت عائلة الطفل أكثر من 20 مرة بالمدرسة تطلب منهم يحطون حد لموضوع التنمر على طفلهم، لكن بدون أي نتائج. في النهاية دخل الطفل في حالة اكتئاب حادة وقرر الانتحار، ودخل والديه لغرفته وجدوه ميت. يا ربي. شوفي يعني ماني عارفة إيش أقول لك. أنا ده أول حاجة يعني أنا أعرف إنه ابني قاعد مثلاً يعاني من شيء إزعاجه بيخليه يتعرض للتنمر، طب ما أنا أتصرف، ما أخذ روح أعدل له أسنانه. 1-2 إذا المدرسة ما استجابت أنقل الولد من المدرسة. يعني بدأت ألاحظ عليه أعراض اكتئاب، ليش أسكت؟ أغيبه من المدرسة، أحاول إني ألقى أي طريقة. يعني أنا أحس إنه هنا في إهمال مشترك، يعني ما بين المدرسة، ما بين الأهل، ما بين أصلاً احتواء الطفل. يعني لما الطفل ما يكون عنده القيمة الذاتية أو يعرف قيمته الذاتية أو ما عنده تعزيز داخلي، ما بيركز فين مكان من القوة، مكان من الضعف اللي عنده. طب الأهل فينهم؟ فعلا. عرفتي يعني في أخطاء متراكمة. يعني مسكين بصراحة، حرام إنه طفل في هذا العمر ما عاش حياته بشكل صحي وفي الآخر إنه تنتهي حياته بانتحار للأسف. يعني أنا أشوف إن الكل مسؤول زي ما قلت يا رؤى، الأهل مسؤولين، المدرسة مسؤولة. يعني أنتوا كان المفروض تتخذون قرار صارم بأنكم تنقلونه من المدرسة على طول، ما تجلسون تنتظرون. يمكن هم كانوا يقولون نبي نحل المشكلة من جذورها، لكن الولد في النهاية يعني للأسف توفى. وفعلا هذه القصة أثرت فيني كثير يعني يا رؤى. خليني بعد رؤى أخذك الخبر ثاني. يشهد اليوم السبت موسم الرياض بالمملكة الحدث الرياضي الأضخم، نزال حلبة النار، واللي يجمع بين بطلي العالم للوزن الثقيل بين الأمريكي تايسون فيوري والأوكراني ألكسندر أوسيك. الله، شوفي الحين نقدر نقول إنه الرياض صارت هي المنطقة المثلى إن صح التعبير لاستقطاب هذا النوع من الفعاليات العالمية الرياضية اللي ينتظرها الكثير من الملايين لعشاق الترفيه الرياضي. يعني اليوم الكل متحمس، طرق صارت جاهزة لهذه الفعالية تحديداً. حيكون هذا النزال الأبرز والأكبر من بعد 25 سنة يا ندى، لك أن تتخيل يعني، والأول من نوعه. وحتى كان فيه تقريبا 4 أحزمة عالمية. شوفي أنا ما أفهم كثير في الملاكمة، أيوه. لكن هذا اللي فهمته طبعا. ماني من الناس اللي يشجعون مثل هذا النوع من الملاكمة، لكن لها جمهور كبير خصوصا في الرياض. يعني نشوف قد إيش الناس اليوم صاروا مهتمين ومطلعين في هذا النوع من الرياضات. أكيد كثير متحمسين. ربما هذه تكون هي الفعالية الأولى، من بعدها راح تكون في كثير من الفعاليات الرياضية الترفيهية العالمية. مشاهدينا بعد الفاصل هنتكلم عن الإجراءات الوقائية عند زيارة الصالونات التجميلية.
ندى، يا ندى ودي أسألك أول شيء، أنت طبعا أكيد يعني كل البنات وكل السيدات يحبوا إنهم يروحوا على الصوالين، تحب تعمل بديكير منكير تهتم بتفاصيلها، بس أنا ودي أسألك أنت من الناس تروحي مثلا بشكل أسبوعي، تروحي بشكل شهري، سواء كانت يعني هذه الخدمات بديكير منكير أو حتى للشعر، تحبي تعمل مثلا جلسات، ما أعرف أشياء كثيرة إحنا نسويها، أو تفضلي إنهم يجوك على البيت؟ لا أنا أحب أروح. تحب تروح الصوالين؟ أحب أروح صراحة، لكني أروح مرة بالأسبوع. بالنسبة للشعر حسب حاجتي، معالج الشعر مثلا أنا أسوي كل ثلاثة أسابيع. أوكي. كل ثلاثة أسابيع لازم أروح أسوي. هذه الأشياء اللي أنا أسويها. بدي كل من كل طبعا لازم بشكل يعني أسبوعي لازم أسوي. فإحنا فعلا باحتياج إنه إحنا لازم نزورهم. نحتاج ميزانية. شوفي أنا أنا عن نفسي أفضل أن يجون البيت، لكن سواء كذا ولا كذا أختي يعني أريح. أريح وخصوصية أكثر، وبعدين يعني أحس أنه عشان وقتي حين يكون ضيق فأحتاجهم مثلاً بعد الساعة 9-10، ففي شوية تفاصيل أفضلهم في البيت، ودائماً أعتمد المكان الوحيد اللي ريحني، ما أحب أني أغير. ليش أنا أسألك هذا السؤال يا ندى؟ نعرف أنه في تفاصيل كثير ممكن تكون موجودة في اختيار الصالون. على سبيل المثال لما نتكلم عن الخدمات المنزلية أو نتكلم عن شيء أهم اللي هو الجودة ومعايير السلامة، عشان كذا راح نتكلم عن أهم الإجراءات الوقائية لما نزور الصالونات التجميلية. في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفتنا عبر سكايب الأستاذة شعاع الدحيلان، رئيسة اللجنة الوطنية لصالونات التجميل سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذة شعاع. في البداية يعني أبغى أسألك من خلال خبرتك الطويلة في هذا المجال، إيش سبب فشل أو حتى نجاح بعض الصوالين التجميلية؟ أهلاً وسهلاً، وأنا سعيدة جداً بتواجدي معكم اليوم أستاذة نهاد، أستاذة رؤى. أراءكم مختلفة، واحدة تفضل الصالون وواحدة تفضل الخدمات المنزلية، حنتكلم في الموضوع هذا إن شاء الله. أول شيء أنه رغم وجود يعني الكمية أو مستوى عالي من الاستثمارات أو تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة، إلا أن الصالونات النسائية تتصدر وتتربع على عرش الاستثمارات. استثمارات المرأة في المملكة لا تزال هي متصدرة، وهناك نمو يعني نمو سنوي في هذا القطاع، نمو اقتصادي كبير، خصوصا انه بنعرف في كثير من السيدات بيعرفوا يتعاملوا مع هذا النوع من التجارة الاقتصادية بحكم انها الاقرب الى السيدات. صحيح او صحيح، وهذا النمو يعني صراحة متسارع وكبير بنسبة 9.35% سنوياً على حسب طبعاً المؤشرات الرسمية خلال العامين السابقين. بالنسبة ل يعني إحنا نبغى نتكلم على النجاح أو الفشل أو سبب النجاح أو الفشل في هذا، وأنا أحب كلمة يعني تعثر بعض الصالونات في يعني في الاستمرارية في هذا القطاع. طبعاً النجاح توفيق من رب العالمين، هذا شيء يعني مسلم فيه، لكن إحنا نحتاج في البداية أن يكون في دراسة جدوى لهذا النشاط. أي نشاط في الدنيا، أي استثمار، نحتاج إلى أن يكون عندنا دراسة جدوى له. غير كذا أنه في معايير معينة لازم تكون مطبقة علشان يستمر النجاح. صحيح. من حيث مقدمة الخدمة، جودة المنتجات، البيئة الصحية اللي تكون موجودة، أشياء كثيرة، التسويق، أشياء كثيرة ممكن تكون سبب في استمرارية ونجاح هذا القطاع. وغير كذا أنه أحياناً يعني المستثمرة لما تفكر في فتح صالون، للبعض اللي يعني يفكر في انه المكسب اللي الان راح يجي، هذا لا، احنا ما نفكر في المكسب الحالي، احنا عشان نقدر نستمر لازم نكسب ثقة الزبونة
وثقة استمراريتها ولائها لهذا المكان بهذه النظرة المستقبلية احنا ممكن نستمر في نشاطنا. صح، يعني قبل المكسب الواحد يهتم بالجودة. خليني أسألك، يعني أنت كيف تشوفين اليوم مستوى الأداء أو مستوى التقييم أو الخدمات المقدمة من الصالونات اليوم؟ هل تشوفينهم هم محافظين على المعايير الصحية؟ جداً. إحنا يعني نقدر نقول إن إحنا وصلنا إلى مستوى عالمي في تقديم الخدمات في الصالونات في المملكة، والفضل لله سبحانه وتعالى. ثم أحب أشكر وزارة الموارد البشرية ووزارة الشؤون القروية والبلدية على وضع أنشطة وإضافة أنشطة للصالونات، وعلى وجود مسميات يعني لكل نشاط وعقود عمل بهذه المسميات. هذا الشيء طور كثير من الصالونات النسائية وخلاها توصل لهذا المستوى اللي احنا فيه، لأن لازم تكون مقدمة الخدمة عندها شهادة صحية وعندها شهادة ممارسة مهنة وتعرف وكل يعني اللي جاية تاخذ الخدمة. نعم. يعني بتكون تحت يد ماهرة ومتمكنة وعارفة ايش قاعد تسوي. طيب. والمنتج نفسه يكون معروف ومرخص من هيئة الغذاء والدواء. طيب، حنا اليوم لما نتكلم عن المعايير، نجي نتكلم عن المعايير الصحية تحديدا، طب انا كزائرة ايش يعني كيف اقدر اعرف انه هذا الصالون ملتزم بالمعايير الصحية اللي فرضتها مثلا الجهات المختصة؟ كيف اعرف مدى التزامهم؟ وجود شهادات صحية، احتاج اعرف شوية تفاصيل. اوكي، هل انا كزائرة اقدر اسال اقول لها وريني شهادتك الصحية؟ او اساسا المفروض ان تكون الشهادة الصحية يعني معلقة، يعني هي المفروض تكون عندها شهادة صحية هي باسمها وبصورتها موجودة. هذا حسب النظام البلديات. غير كذا الأدوات المستخدمة المعقمة بطريقة صحيحة لازم تكون استخدام واحد. يعني قدام الزبونة لازم يفتحوا الفراشي والأشياء، وتشوف كل شيء معقم قدامها واضح. يعني من المواضيع المهمة اللي اليوم لازم نتناقش فيها هي التفاوت في الأسعار. ليش نشوف في صالونات تقدم لي أسعار فلكية وصالونات أسعارها تكون مناسبة أو في متناول الجميع؟ يعني ليش؟ معناها هي نفس الخدمة. يعني هذا شيء طبيعي أنه يكون في تفاوت في الأسعار في القطاعات الخدمية. هذه ما هي السلعة أنا أعرف سعرها، هذا سعرها مثلاً 100 ريال في كل مكان موجودة 100 ريال. هذه خدمة، والخدمة تعتمد على معايير معينة، أولها مقدمة الخدمة وخبرتها وجودة المنتج اللي هي تستخدمه. قد يكون بعض الصالونات تستخدم منتج يعني عالي الجودة، والبعض الآخر يفرق كثير. صحيح، وكمان يعني حتى مكان الصالون والأحياء أو حتى المدن ممكن أنها تأثر على طبعاً ارتفاع السعر. أنا كده أشكر مداخلتك معنا اليوم أستاذة شعاع، وأيضا أشكرك على هذه المعلومات المهمة. طبعا بما أننا قاعدين نتكلم عن معايير السلامة في صالونات التجميل، لابد أنه كمان نأخذ جانب ثاني من هذا الموضوع ونعرف مدى خطورة انتشار بعض الأمراض المعدية من خلال بعض الإجراءات التجميلية. لهذا السبب نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الباطنية والأمراض المعدية. أهلا وسهلا بك دكتور طارق، نورتنا اليوم. يعني زي ما احنا قاعدين بنتكلم عن أهمية وجود أو حتى ضمان معايير السلامة وأيضا المعايير الصحية، اليوم لو نبغى نتكلم على وجه التحديد عن السبا أو عن الحمام المغربي، هل هي آمنة أو لا؟ أخت أروى، وتحية للأخت ندى والأخت شعاع. طبعا أنا بتكلم من ناحية طبية ومن ناحية الأمراض المعدية وإمكانية انتقال بعض الأمراض بسبب الصالونات. طيب دكتور، يعني يبدو لي أنه في مشكلة في الصوت، أكيد راح نرجع نتصل عليك مرة ثانية. وزي ما كنا بنقول ندى أنه مهم نتكلم كمان مو بس من ناحية المعايير الصحية المفروض تكون متوفرة في الصالون، حتى بعض الإجراءات كيف راح يكون تأثيرها، مدى تأثيرها
علينا. وإحنا كأشخاص مثلا لما نروح نعمل حمام مغربي أو مثلا تتعرضي لدرجات حرارة مرتفعة، إيش ممكن يصير عندنا في الجلد؟ إيش هي الأشياء اللي المفروض نستخدمها وما نستخدمها؟ إيش هي الطريقة؟ يعني من أخطر الأشياء عندي صراحة تنظيف اليد. صحيح. خصوصاً إنه يطلع بعض الدم أحياناً. يعني أنا أتذكر رحت صالون كان يفتقد هذه إجراءات السلامة، يعني يعني استخدمت لي أدوات كانت مفتوحة أنا ما أدري إذا هي نظفتها ولا لا. أيوة ما أدري هي عقمتها ولا ما عقمتها، لكني أنا فعلياً حطيت إكس على الصالون بعدها. يعني ما حبيت إنه ارجع استخدمه لانه السلامه اولا. صحيح طبعا. اكيد صحيح. اكيد رجعنا للدكتور طارق من جديد. دكتور طارق. ايوه ايوه شكلك ما شكلي ايش يا دكتور؟ قول لي تفضل. يمكن ما كان مشبوك من عندكم، تسمعوني زين الحين؟ واضح. تفضل تفضل. الله يحييك يا اخت رنا رؤى وندى والاخت شعاع. طبعا انا بتكلم من ناحيه طبيه، موضوع الانتقال لبعض الامراض نتيجة من زبون الزبون استخدام الأدوات اللي تستخدم في الصالونات، سواء صالونات رجالية أو صالونات نسائية، لأنه نفس الوضع تقريبا حتى في الصالونات الرجالية. طبعا احنا ما نغفل انه فيها تشديد من قبل البلديات وزيارات متكررة من البلديات على هذه الصواليد، لأنه عندهم معايير وستاندر معين. طبعا لما نتكلم عن الأمراض اللي ممكن تنتقل، عندنا بكتيريا، عندنا فيروسات، وعندنا أهم حاجة اللي هي الفطريات. ممكن تنتقل من فروة الرأس من شخص مصاب إلى فروة رأس شخص آخر، بالإضافة إلى أنواع بكتيريا ممكن تنتقل في البيديكير والمينيكير من ناحية الأدوات اللي تستخدم إذا ما كانت مطهرة أو معقمة. فأنا أعتقد أن هذه طبعاً حصلت في العالم كثير، اللي نسميها outbreak، جائحات في بعض الصوالين في بعض الدول، خصوصاً فطريات فروة الرأس. أنه يصير أحياناً تنتشر بين السيدات أو حتى بين الرجال من صوالين معينة لا تلتزم بالمعايير التطهير، تطهير الأدوات وأيضاً للتعقيم. طب إيش الإجراء الصحيح هنا يا دكتور؟ يعني هل يفضل إنه السيدات يأخذوا أدواتهم الخاصة؟ في أحياناً بعض الصالونات يرفضوا، يقول لك لا أنا ما أتحمل مسؤولية تجيبي لي أغراضك. صحيح. أي. شوفي طبعاً إحنا لو قسمنا الأغراض اللي تستخدم إلى أدوات تستخدم لمرة واحدة single use. single use معناته تستخدم المريض أو مش المريض، أنا أتكلم عن المرضى بحكم أني طبيب. نعم. للزائر. أي. ثم ترمى. أي. ما ترمى، لا تعقم ولا شيء، اللي نسميها single use. وهذه أغلب الصالونات في بعض الحالات اللي هي رخيصة ما هي معدنية ما سعرها غالي، أنه أستخدمها. صح. للزبون مرة واحدة وترمى، ترمى خلاص. discard. وفي أدوات لا غالية ومعدنية وربما تستخدم الزبون آخر، اللي نسميها ريوز، إنها تستخدم مرة أخرى. هذه لابد إنها طبعا تستخدم الزبون ويتم تطهيرها وتعقيمها أيضا. طيب إحنا لما نتكلم على تطهير الأدوات، أي غرض أو أي أداة تستخدم في الجلد وممكنها تحفر في الجلد أو في الأظفور، لأنه ممكن حتى بعض الناس يكون عندهم إصابة فطرية في أظافرهم، إذا ما عقمت البيديكير مثلا بين المرضى بين الزائرين أو بين الزبائن ممكن أنقله من شخص إلى شخص وتحصل. نفس الكلام بالنسبة للمشط وبالنسبة للأغراض، حتى الأوفرول اللي بنحط المفروض إنه سينجل يوز، بنحط للزبون مرة واحدة ويرمى، هذا ما يستخدم مرة ثانية. المناشف تغسل غسيل بهايبوكلورايد على أساس إنه يكون نظيفة. طيب كيف تقولي كيف نعقم؟ هل أفضل إني أجيب أغراضي معايا أو إني أستخدم الأدوات؟ طبعا بعض الأدوات ما تقدري، لأنه عندهم أدوات خاصة ربما ما تقدر تجيبيها أو ما هي متوفرة عندك.
فتضطري انك تستخدمي. لكن لو كان فقط انه كوافير بتسوي شعرك ممكن تقولي بجيب المشط حقي، بجيب الاستشوار حقي، بجيب زي كذا، هذه ممكن مقبوله. وعند الرجال بعض الصالونات في الرجال تلاقي يجيب اغراضه معه. لكن برضو انا اعذر انه ممكن انت اغراضك نفسها انت تحطها في باك في كيس، وانت تستخدمها مثلا كل اسبوعين ثلاثه تروح، لكن انت لا نظفتها ولا غسلتها ولا عقمتها، فهذه ممكن تكون ايضا مصدر للاصابه لك انت، لان تحتاج الى تنظيف وترقيم. فانا انصح اللي يستخدم اغراضه خصوصا في الرجال او من النساء خصوصا الكوافير واللي بيسوي شعره، اذا بتستخدم اغراضك اللي هو المشط المقص الحاجات هذه، لابد انك بعد ما تستخدمها لنفسك حطيتها في الباقي تنظفها عندك في البيت تنظيف وتطهير كامل، وتعود استخدامها منك تحطها في بلاستيك وتحطها وتاخذها بعد اسبوعين ويمكن سنه ما غسلتها، هذا برضو خطر عليك. في برضو اللي لاحظوا انه شفناها اللي هو انتقال القمل للقمل، احنا نعرف انه ممكن، طبعا انا ما اقول لك انه في الصوالين الى هذا، لكن حتى في المسابح، لان بيوض القمل تكون في شعر الانسان، وتلاقيه مثلا خصوصا بين الاطفال في مسبح مثلا في نادي رياضي او شيء، البيوض حقت القمل اللي في شخص معين تطفو على المويه، طبعا ما يشوفها بالعين المجرده، يسبح شخص اخر يلتقط البيوض في راسه في شعره، وبعدين تلاقي اطفال كثيره اصيبوا بالقمل بعد مسبح، خصوصا لما يكون مسبح عمومي اللي هي في النوادي الرياضية، أيضا في بعض الفنادق اللي مستواها يعني النظافة قليل جدا. فالتعقيم ضروري، وعندنا نوعين من التعقيم، يعني أنه تعقيم في نفس المركز ولا بد أنه يكون تحت إشراف البلديات، أنهم يعرفوا هذا الجهاز معترف فيه أنه فعلا يعقم أو يطهر تطهير كامل. احنا نستخدم الالترا فايولت اكثر الصوالين، تستخدم جهاز اللي هو نسميه الاشعه فوق البنفسجيه للتطهير. فالادوات اللي استخدمت وبستخدمها لزبون ثاني لازم اول شيء اطهرها وانظفها بالمويه والصابون، واشيل بالفرشاه، اشيل منها اي حاجه فيها هيومن تيشو، فيها انسجه من الشخص اللي قبل، تكون نظيفة أو ممكن ينقعها في مطهر لمدة ممكن ساعة، ممكن مطهر معترف فيه، بعدين أغلفها في يسموها حراري اللي هو الغلاف الحراري، وتنحط في الجهاز اللي هو الألترا فايولت اللي هو فوق البنفسجية، استخدام الأشعة فوق البنفسجية. كذا ضمنت اني وصلت الى معايير جيده، فتكون مغلفه تغليف كامل وتكون واضحه للزبون، لما يجي يعرف انه الاغراض اللي فكت من تغليف كامل انها فعلا طهرت. لكن احنا نخاف انه احيانا في انتوا كنتوا في تفاوت في الاسعار، صحيح، بعض الناس يمكن اللي اسعارهم غاليه فعلا يطبقوا لان هذه مكلفه، ممكن اللي أسعاره قليلة ربما ما يقدر يوفي معه أنه يسوي كل هذه الإجراءات، فممكن أنه يمشي الموضوع، وهذا اللي الخوف منه. رغم أنهم كل الصالونات كلها تحت إشراف البلديات، وفيه مسؤولين بيجوا يزوروهم دوريا ويتأكدوا أنه الموضوع التطهير جيد. في بعض المناطق واللي انا شفته حاجه جميله انه في يسموه سنترال سترلايزيشن، بما معناه اني في كل مدينه يكون فيه مكان معين مصرح من البلديه اللي هو للتعقيم لادوات الصالونات، طيب، وتحت اشراف البلديه، ويكون هذه شغلته انه يطهر ويعقم الادوات حقت الصوالين في هذه المدينه. مثلا خلينا نقول مدينه زي الرياض يكون فيها 2 أو 3 معترف فيها من قبل البلديه. طيب انا كصالون بدل ما اطهر عندي وانا ماني متاكد ان التعقيم عندي كويس، العاملين عندي كويسين، انا الاغراض اللي استخدمها يكون عندي مجموعه من الاغراض استخدمتها للزبون احطها في علبه عندي، اوكي، اخر اليوم اخذها سياره مغلفه أوديها للشركة هذه اللي تعمل بروبر
تعقيم جيد وتغلف لي تغليب وتحط الختم حق الشركة هذه إنه هذا تم تغليفه في مكان معترف فيه معروف. أجي لما أدخل الصالون طبعاً أشوف أكيد إنه فعلاً نعرف إنه اليوم مهم يعني الوقاية في جميع المجالات سواء حتى على مجال الصالونات أو كل المجالات. شكراً لك دكتور طارق الأزرق استشاري باطنية والأمراض المعدية، شكراً لتواجدك معنا. مشاهدينا بعد الفاصل، ما حقيقة أن إضافة ملح الطعام إلى حمض الفوليك يمنع العيوب الخلقية؟ كثير يعني يا رؤى دائما نسمع في السوشيال ميديا خصوصا قصص إشاعات بعضها صحيحة بعضها تكون خاطئة ويمكن الأغلب تكون على الصحة بالتحديد. يعني سمعنا حتى مؤخرا في مختصين وأشخاص قالوا أنه في فعالية إضافة ملح طعام الحمض الفوليك يمنع العيوب الخلقية للمرأة الحامل. أني أضيف ملح على حمض فوليك؟ أيوة. وممكن أنا أعرف حمض الفوليك بحد ذاته هو كويس ويمنع التشوهات العصبية عند الأطفال، هذا اللي أنا أعرف. بس هذه جديدة علي، ما قد سمعتها. عشان كذا طبعا اليوم في الاستوديو راح نستضيف معانا وينضم لنا في الاستوديو استشاري تأخر الإنجاب والعقم وأمراض الحمل عالي خطورة وجراحة المناظير النسائية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور بشير القضماني. حياك الله معانا دكتور بشير. مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. يعطيك العافيه. طبعا سمعت يعني في البدايه ذكرنا انه اضافه حمض ملح الفوليك انه ممكن يسبب او انه ممكن يحمي من اللي هو منع العيوب الخلقيه للمراه الحامل. طيب ايش حقيقه هذا الموضوع؟ اضافه الايودين طبعا الملح، طبعا الحمد لله الان موجود في كل معظم البرودكتس الموجوده عندنا في السوق، فهو شيء ضروري للسيده الحامل عشان تقدر تصنع اللي هو هرمون الغدة، طبعا الغدة الدرقية موجودة في هذه المنطقة في الجسم عشان تقدر صنعها وصنعها البيبي أيضا، لأن نقص هذه المادة خصوصا بالفيرست تريمستر أو أول 3 شهور من الحمل يؤدي إلى نوع من التشوهات أو تغيرات في شكل الجنين، بالإضافة اللي أهم منها أنه قد يؤدي إلى مشكلة بالنسبة للآي كيو تبع الطفل، أنه يقلل من ذكاء الطفل. نقص اليود ولا نقص الحمض فوليك؟ نقص اليود. اليود بالملح، لأن الآن موجود. صحيح. اليود. بالإضافة حتى الأملاح مهمة جدا للمرأة الحامل إنه تأخذها بكميات معتدلة. فلذلك اليود حتى سابقا ما كان له أهمية كبيرة بالنسبة لل الدراسات وكم نسبة الغدة المفروض للمرأة الحامل. الآن في آخر كم سنة صار في دراسات أكثر والآن الرينج أو المدى الطبيعي للمرأة اللي غير حامل يعني بشكل طبيعي نقول إنه ما تحتاج علاج، بينما إذا وانس قررت إنه تبغى تحمل أو صارت حامل فلازم يصير في تحكم أكبر بالغدة اللي هي يعني بمعنى آخر الطبيعي مثلا ممكن لغاية 4 أو 5 هرمون الـ TSH أو هرمون المحث للغدة. الآن آخر دراسات وجدت أنه لازم المرأة الحامل يكون نسبة الـ TSH أقل من 3 في فترات الحمل، فلازم حتى لو كان النسبة بالنسبة لها طبيعي أفضل أنه تعالج أثناء الحمل لتعويض أي نقص في الهرمون اللي قد يؤثر على الجنين وعلى صحة الأم الحامل. طيب دكتور أبغى أتكلم شوية عن موضوع الملح قبل لا ندخل على الحمض فوليك. يعني في بعض السيدات في فترة الحمل ممكن يصير عندهم احتباس سوائل والأملاح بطبيعة الحال تزيد أو يكون عندهم مشاكل في الضغط رغم أنه قبل كذا ما يكون عندها ضغط، لكن مع الحمل تصاب بارتفاع في الضغط ضغط الدم. طيب هنا كيف ممكن نحقق هذه الموازنة؟ طبعا المهم انه نحاول نتجنب ارتفاع ضغط الدم او حدوث طبعا بعدها ممكن يحدث تسمم في الحمل. صحيح. لكن بغير هذه الطريقه، لان الدراسات وجدت ان نقص السولت او السوائل الاملاح اللي في الجسم طبعا هو في عندك نسب الطبيعي النقص يعتبر اذا كان تحت 6 في اليوم، يعني تحتاج المراه فوق 6 ملغ من الأملاح أو تعتبر بحدود تقريبا 2.5
ملغرام من الصوديوم. في حال كان النسبة قليلة فقد تؤثر على تكوين الجهاز الدورة الدموية عند الطفل أو القلب أو حتى الجهاز العصبي. نعم. وبالتالي وجد دراسات أنه يؤثر على نمو الجنين أثناء الحمل، أنه يقل النمو الطفل ويزيد عنده احتمال مستقبلاً لحدوث أمراض اللي هي ضغط، السكر، بعض الأشياء، يعني هي مينلي الضغط وأمراض القلب والشرايين مستقبلاً. يعني يولد سليم ويمرض. صحيح. أوكي. يعني يزيد عنده احتمال مستقبلاً أنه يجي هذه الأمراض، بالإضافة أنه أثناء الحمل قد يؤثر على النمو. ونفس الشيء زيادة التناول الأملاح أثناء الحمل بسبب يعني نسبة تقريباً إذا أكثر من 15 ملغرام باليوم أيضاً قد تؤدي إلى مشاكل سواء ارتفاع الضغط وغيره. وفي طرق أخرى علمية تساعد على تقليل احتمال تسمم الحمل، من ضمنها أنه من البداية أسبرين تتناول المرأة الحامل بداية الحمل، الكالسيوم أيضاً عليه بعض الدراسات أنه يقلل من احتمال حدوث تسمم الحمل، ومهم طبعاً لتجنب المضاعفات الشديدة للتسمم الحمل التشخيص المناسب والمتابعة عند استشاري متخصص. طيب دكتور حمض الفوليك، يعني هو مسؤول عن أي نوع من التشوهات للأطفال؟ حمض الفوليك تم ربطه بعدة أنواع من التشوهات، من ضمنها تشوهات في القلب، لأنه وجد أن لما يكون السيدات عندها نسبة الفوليت في الدم قليلة يزيد عند احتمال حدوث تشوهات في قلب الجنين، بالإضافة اللي هو الفتحة اللي هي أسفل الظهر، الحدوث عدم التئام أو عدم انغلاق المنطقة بشكل مناسب أسفل الظهر، وأحيانا تسبب تشوهات اللي هو عدم تكون جمجمة الجنين. فهذه من يعني المضاعفات اللي شوية مزعجة لما نشوفها أثناء الأشعة الصوتية، أن الطفل للأسف يكون بدون جمجمة وحتى بعد ما يولد للأسف. يعني فهذه كلها تعتمد على نسبة حمض الفوليك. لذلك الريكومنديشن أو من معظم الجمعيات العالمية أن أي سيدة حتى بعمر الإنجاب، حتى لو أنها ما بتحاول تحمل وما بنفس الوقت ما بتأخذ أي موانع حمل، لازم تأخذ حمض الفوليك بانتظام. طيب عفوا منك دكتور، يعني على سبيل المثال صار وحملت وهي ما كانت مخططة، يعني دائما نسمع الأطباء هم يوصل أن الوحدة إذا كانت مخططة الحمل تبدأ تأخذ حمض الفوليك من شهرين إلى ثلاثة. صحيح. طيب هل هي ممكن تلحق نفسها وتعوض؟ هو للأسف أن وقتها التعويض حيكون شوية متأخر. أيه. قد ما يصير التعويض بشكل كامل، لسبب أن عندي منطقة أسفل الظهر الجنين تتقفل بشكل كامل بحدود 6 أسابيع من الحمل أو 4 أسابيع من حدوث الحمل. وفي بعض سيدات مو كثير منهم يراجع بشكل مبكر، يعني تعرف أنها حامل تعمل تحليل منزلي خلاص يصير الغالب الأسبوع السابع هم بيراجعوا، يعني هذا الأغلب. صحيح. ولذلك يعتبر هذا الوقت متأخر حتى لا يمكن تفادي لا سمح الله حدوث أي تشوهات أو تعويض نسبة الحمض الفوليك. لذلك التوصية العامة أنه البدء فيه على الأقل 1 إلى 3 شهور ما قبل الحمل للسيدة اللي تخطط. السيدة اللي ما في تخطيط وما تأخذ أي موانع حمل المفروض تمشي عليه على طول، وفي نسب معينة المفروض تأخذ، يعني هي المفروض، يعني لا يكون في زيادة ولا نقصان. صحيح. يعني على طاري التعويض، إحنا نقدر نعوض اليوم حمض الفوليك بنمط غذائي صحي ولا بتكون أقل فائدة؟ النمط الغذائي الصحي والله نتمنى أنه يصير تعويض لكل المواد الغذائية، بس الآن اللي جالس نشوفه أن مع الفاست فود الأكل الغير صحي، في كثير من أكل غير صحي وغير متوازن، ينقص منه الخضار والفواكه، ينقص منه مثلاً الأشياء المفيدة للجسم مثل الحبوب، البقول وأشياء غيرها. فطبعاً الأشياء اللي غنية بحمض الفوليك هو طبعاً يعتبر فيتامين B9 أو بايرودوكسين، وهذا يدخل بتكوين بعض أشياء مهمة في الجسم بنواة الخلية اللي هي الحمض أو الشفرة الوراثية. نعم. مثل الـ DNA أو الـ RNA. فلذلك مهم أن تكون نسبته في الجسم طبيعية. وللأسف حسب الدراسات أكثر من 65 إلى 70% من السيدات
نسبة حمض الفوليك عندهم ناقصة في الجسم. الآن المواد الغذائية اللي تحتوي على نسب أعلى مثل مثلاً الخضروات، البروكلي، السبانخ، الهليون، الكبدة، عندك موجود أيضاً ببعض أنواع الفواكه، البرتقال، الأفوكادو، فهذه ما هي من المواد أو الأشياء اللي يستهلكها الإنسان بشكل كبير بحسب النظام الغذائي، لكن طبعاً مهم تنوع خصوصاً استخدام الخضروات ما قبل الحمل، هذه ممكن تعوض جزء منها. الآن عندك في مثلاً في أمريكا وكندا وبعض أجزاء من أوروبا شيء اسمه fortified food، يعني يضيفوا حمض الفوليك للمخبوزات، يضيفوها لبعض أنواع الباستا وغيرها، فهذه تعطيهم تقريباً 0.2 ميليغرامز. حلو. التوصية اللي تحتاجها المرأة تقريباً 0.6 ميليغرامز، فلذلك توصية عندهم أن المفروض المرأة تتناول 0.4 ميليغرامز أو تقريباً حدود نص ميليغرام من حمض الفوليك يومياً. عندنا باعتبار ما في أو في كثير من الدول اللي ما تضيف الحمض الفوليك للمأكولات تحتاج جرعة أعلى شوي، بس نفس الوقت ما تكون جرعة جدا عالية، يعني الموصى به 1 ميليغرام تأخذ المرأة. للأسف ما زلت إلى الآن تجيني مريضات يراجعوا في أماكن مختلفة سواء مستوصفات أو مستشفيات أخرى ماشي على 5 ميليغرام، لأن 5 ميليغرام يعني إلى الآن في عليه دراسات بسيطة أنه قد يسبب أشياء لها علاقة بالتوحد، قد يكون لها علاقة مستقبلاً بنوع من أنواع البيهيفير أو السلوك تبع الطفل ممكن يأثر عليه، وما زالت الدراسات تحت البحث. لذلك دائماً مهم أن تأخذ الجرعات حسب الموصى به. ونقطة أخرى أن الغالبية العظمى يوقفوا حمض الفوليك بعد أول شهرين أو 3 شهور، يقول لك هذه الفترة اللي أحتاجها، بينما حسب الجمعيات العالمية الموصى به أن تأخذ جميع فترات الحمل وحتى أول 4 إلى 6 أسابيع ما بعد الولادة، وللمرأة المرضع حتى تستمر عليه طول ما هي ترضع. فهذا الموصى به حالياً بالنسبة للفترات. فأيضاً نشوف كثير أحيان تخلص السيدة أول 2 أو 3 شهور توقفها تماماً. صحيح. الحين هو معظم المالتي فيتامينز اللي يأخذ أثناء الحمل يحتوي حمض الفوليك بس تقريباً 0.2 ميليغرامز، فتعتبر نسبة أقل من النسبة المطلوبة. طيب عفواً منك دكتور، طيب في أشياء ممكن تبطل مفعول حمض الفوليك؟ الآن في بعض أنواع للسيدات اللي عرضة أكثر لنقص حمض الفوليك، هو طبعاً يمتص بالأمعاء الدقيقة. نعم. فاللي عندها مشكلة مال أبزوربشن، عدم امتصاص، أو اللي عندها مثلاً أمراض بالكبد لأنه أيضاً جزء من يهضم بالكبد، اللي مثلاً عندها استفراغ متكرر، فهذولا يفقدوا الحمض الفوليك، وهذه بعضهم اللي يحتاج جرعات أعلى. بالإضافة السيدات اللي عندهم السكر النوع الأول أو النوع الثاني يحتاجوا جرعات أعلى من حمض الفوليك. أيضاً الأدوية اللي تأخذ للتشنجات أو الصرع، هذه أيضاً تخفض من مستوى حمض الفوليك، وهذه السيدات اللي أيضاً يحتاجوا. بس طبعاً أيضاً كون جالس نتكلم عن الجروبس أو المجموعة السيدات اللي يحتاج جرعات أعلى، أيضاً إذا كان في تاريخ مرضي للسيدة نفسها أو زوجها أنه جاهم نوع من التشوهات لها علاقة بنقص حمض الفوليك، أو مثلاً أحد والديها للمرأة ايضا عندهم هذا الشيء. طب لو احد الوالدين عندهم نوع من انواع الامراض المناعيه، بحكم ان الامراض المناعيه الحين صايره منتشره. صحيح الامراض المناعيه، بس عاده الامراض المناعيه قد تضطر انه تاخذي الان في فورمز معينه من حمض الفوليك مختلفه عن النوع العادي. نعم. بس هذه نسبه قليله جدا، والان الامراض المناعيه قد تسبب مشاكل علاقه بالاسقاطات المتكرره. صحيح. صعوبه في الحمل وغيرها، بس انه بالنسبة لحمض الفوليك نسبتها تعتبر ما زال جدا قليلة، بس طبعا مهم نخليها في بالنا أنه قد تكون أحد المسببات. أكيد. نشكر تواجدك اليوم معنا يا دكتور، وحقيقة يعني ذكرت كثير من المعلومات اللي مهم لكل سيدة يعني عندها خطة أو تزوجت بطبيعة الحال تبدأ تستعمل حمض الفوليك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة، ونتمنى أن يصير في توعية أكثر في المجتمع بالنسبة لأهمية حمض الفوليك، لأن عالمياً السيدات يتأخروا بتناوله فترة. صحيح. كبيرة، أو حتى ما يأخذوا بدايات الحمل
يعني الحمد لله أنه نسبة حدوث التشوهات الضخمة ما هو مرتفع، لكن لما تصير لا سمح الله الحذر واجب، ما هو جيد. صحيح، شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل. الناس وما أدراك مدى تأثير الناس اللي حولنا يا ندى. بطبيعة الحال تعرفي دائما بنصادف أشخاص مختلفين، لهم شخصيات مختلفة، تضطرك تتعاملي معها بطرق مختلفة. لو سألتك إيش هي أكثر الشخصيات خطورة تدخل حياتك وأنت أصلا دائما تحاولي تتجنبيها أو ما تحبي تتعاملي معها؟ يو كثير 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 الصراحة ما أحب أتعامل مع الناس السلبيين، الأشخاص السلبيين طاقتهم سلبية في حياتي ما أحب. أحب الناس الطموحة ما أحب، الإنسان السلبي ما أحب، الإنسان الكذاب لو حتى بتفاصيل صغيرة لا تكذب علي. ما أحب البخيل، شخص البخيل أبدا ما أطيق. يا الله والله صراحة كثير. والحسود اللي يحسد غيره، ما يتمنى لك الخير، لو مهما وصلت تلاقي حتى يبارك لك بطريقة هو أصلاً شامس، تحسيها باردة ومو متمنى لك الخير أبداً. صادق، هذه هذا اللي أنا ما أحب يعني أتعامل معه. على طاري البخل دار، على فكرة تعرفي من الناس اللي أنا أتجنبهم مين؟ مين؟ حتى البخل في العواطف، البخل مو بس في المادة. يعني أول البخل على النفس، في ناس رطيف مرة يعني جافين جلفين. صحيح. ما يبينوا مشاعرهم وعواطفهم، أنا أحس إنه هذول الناس كمان جدا سيئين. طبعا بالإضافة إلى كل اللي ذكرته ندى، الغيور، السلبي، الكئيب، الغيار، الحسود، يعني الله يعني يكفينا شرهم بصراحة. لأنه الناس بالعادة ما تبين أذاها على طول، تكون لابسة قناع، تحاول تطلع بمظهر جيد، تقول لك إنه أنا إنسان كويس، وكل المعلومات اللي تحاول توصلها لك تكون معلومات غير صحيحة وتضمر في داخلها نوع من أنواع الأذى. مبارك الكويكبي سأل الناس قال لهم، أو كان هذا السؤال، إيش هي أكثر شخصية ممكن تدخل حياتك وتسبب لك خطر؟ خلونا نسمع الإجابات من بعد ونرجع. حياكم الله مجددين من جديد في فقرة قول رأيك. سألنا في قرائك اليوم ما هي أخطر شخصية تدخل حياة الإنسان؟ يعني كمثال لو شفت ولدكم صاحب هذا الشخص بتقول له أنت بترى شخصيته مو كويسة. هلو من بعض، شوفوا اليوم أبرز الإجابات. المزاجية. ليش؟ لأنه مو فاهم نفسه عشان يساعدك تفهمه، حتى هو فاهم نفسه. طب هل قاعد نقصد أحد في الجنة؟ لا 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 أبدا، أنا ما أتكلم عن نفسي بس. ما أدري كيف أموره؟ لا لا مو مزاجي أنا. الله يسعدك، موفق يا شباب. أخطر شخصية اللي هو صديق السوء. كيف؟ صديق السوء هو اللي مبتعد أصلاً عن الدين، يعني يبعدك عن أشياء واجد، هو منحرف أصلاً، حتى لو إنه على أشياء بسيطة، دخان هذه بوابة شر ما حد ينتبه لها. حبة حبة راح العمر أصلاً أنت ما تدري عنها، عقب 5 سنين أنت توك تصحى، ما فيه توك تصحى في مكان ثاني، يا في سجن يا ميت، هذه نهايتها. والله بالنسبة للشخصية الأخطر يعني تدخل على الإنسان، الأيام ذي التعارف، يقدر يتعارفون على أي حد، لكن ما في اللي فيهم الصح وفيهم الغلط، فصعب إنك تقدر تختار الصاحب اللي تلقاه إنه كويس أو لا، صعب جدا. وعلى قول المثل صاحب ساحب، يعني لا تحسنت على واحد شفته مو كويس اهربوا. اي والله هي اهربوا، هذه ما فيها كلام. لكن اذا شفت الصاحب من اول مره، شوف اصلا من نظرته، يعني تشوف الشخص تقيمه من نظره، تشوف اذا هو كويس كمل معاه، ما هو كويس على طول اهربوا. اي والله. يعني من وجهه نظري الشخص السلبي اللي يخلي هالحياه الدنيا ذي الوسيعه يخليها كذا صغيره، سو داوي مره، وطبعا دائره الحلول ذي مي بعنده، يعني يقعد
كأنه يشوف الدنيا ما فيها حل، ما فيها خير، ما فيها ناس طيبة، ما فيها كذا. فهذا دائما أنا أنصح أخوياي يعني لا تجامل على حساب نفسك من ناحية الشخصيات دي، اترك على طول. طبعا احنا في البداية دائما ما ننصح بالقطع، ننصح انه وش، وانا احاول اوجهك توجهني، احنا اخويا. بس اذا هو مستمر على النمط هذا، لا والله حياتك سوداوية، لا حياتك اغلى من اني استمر معه. انا اتوقع حتى ان الطاقة السلبية تنتقل من شخص لشخص، يعني هو ممكن ينام كويس مرتاح. بس برافو عليك. ولذلك ابن حزم الله يرحمه من احد علماء المسلمين في الاجتماع يقول ان الطبع يسرق من الطبع. ليش كذا؟ بعد فتره ترى انا بطلع ترى مثلك، ترى سلبيه، بطلع مثلك بخيله، بطلع من كذا. فشوف ذيك القاعده اللي كنا ناخذها المدارس اللي يقول قل لي من تصاحب اقول لك من انت، والصاحب ساحب اللي على الجدار مكتوبه. ترى صح فعلا. اي والله يخطر الانسان اللي ما يصلي، هذا ينتبه منه، هذا ينتبه من الانسان، لانه اذا ما صلى مشكله. والشخصيه الثانيه عقوى لدينها، الله يجيرنا ان شاء الله من الشيء هذا. طيب ايش رايك بالشخص العصبي مثلا؟ لو لقيت ولدك يخاوي صديق وعصبي كان، لا انصحه يبعد عنه، يبعد عنه. ولدك ممكن لا، ممكن يسبب، يتكلم مع احد في الشارع بعدين يسبب لي مشكله، تضاربون شيء زي كذا. أكثر يعني إجابة عجبتني، يعني أغلب الناس بصراحة، بس الميزة إنه كل أحد قال شيء الآن قاعد يعاني منه. لكن اللي حبيت الإجابة اللي يقول لك قديش إحنا ممكن نتأثر بجلسائنا والناس اللي معانا. إذا قعدت مع إنسان بخيل بتصير بخيل، إذا قعدت مع إنسان سلبي بتصير سلبي. فدائما نقول لازم ننتقي جلسائنا. صح، أكيد زي ما قلتي. وطبعا حتى الاستغناء، إنه حبيت يعني بعض ردودهم إنه يقول أنا ما راح أستمر مع إنسان ما سلبي، يعني صار في وعي أكثر عند الناس. على العموم يا رؤى، خلينا معك ومع المشاهدين نطلع فاصل، ومن بعد الفاصل نقاط الضعف وهل الكلام عنها يعالجها أم يعززها ويقويها. كل أحد منا يا رؤى عنده في هالحياة نقاط ضعف ونقاط قوة. ما أدري إذا أنت حابة تتكلمين عنها ولا لا، بس خليني أسألك، إيش نقاط ضعف رؤى؟ مستحيل أقول. مستحيل. والقوة؟ كثير. نقاط القوة عندي كثير، بس أنا أشوف إنه ما هو من الذكاء الواحد صراحة يذكر نقاط الضعف ويكشفها للعلن. أنا بيني وبينك ممكن عادي أقولها، بس عبر الشاشة مستحيل إني أقول. بالضبط، يعني ما هو غلط بصراحة، كلنا عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن في الآخر مهم إن الواحد كيف يتكلم عنها وكيف يقولها. صحيح. طبعا أنا شفت مقطع في مقابل لأحد المختصين يقول لا تضيع وقتك في محاولة تحسين نقاط ضعفك، خليها تمالح فيها. خلينا نشوف. في شغلة جدا مهمة هي مسألة إني أعرف نفسي أنا وين نقاط قوتي. على فكرة لا تضيع نفسك ولا تضيع وقتك طال عمرك بتعزيز أو تحسين نقاط ضعفك. نقاط ضعفك خلها طال عمرك وتملح فيها. مارس بشريتك، مارس بشريتك طال عمرك نقاط ضعفك. أنا بشر، زين، نقاط هذه نقاط ضعف. أنا بالنسبة لي أنا ما أحب الموارد البشرية ولا أشتغل موارد بشرية، هذه نقاط ضعف، زين، أجي أشتغل عليها تبي تصير عندي نقاط ضعف قوية. بس هذا اللي بيصير معك. طبعاً في ناس كثير ما عجبهم هذا الكلام، وبالمقابل في منهم ناس وافقوا الرأي. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل ونعرف طرق التعرف على نقاط الضعف والتغلب عليها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نوف الكناني، مستشارة تربوية ومدربة تطوير ذات معتمدة. حياك الله معنا أستاذة. حياك نوف. الله. نورتي. بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني أستاذ نوف، أكيد كل شخص مننا عنده نقاط ضعف، لكن هو كيف اليوم يقدر يتجاوزها، أو حتى خلينا نقول كيف يعرف أن هذه أصلاً نقاط ضعف؟ أول شيء أعرف نقاط ضعفي بالوعي بنفسي، يعني أنا يفترض أن أنا أصير واعي، وعي تام فيني أنا كشخص كفرد، لأنه نقاط الضعف سبحان الله تختلف. لما أجي مثلاً أقيم نفسي أنا كفرد خارج منظومة أو خارج مؤسسة علمية، أو أني أنا أقيم نفسي اجتماعياً داخل البيت أو في يعني خارج المنزل، في نقاط ضعف معينة محدودة على حسب وين سؤال نقاط الضعف، علي ولا علي وأنا موظف مثلاً، أو علي وأنا في نطاق العمل أو غيره.
طيب المقطع اللي شفناه مع بعض اللي كان يقول انه لا تضيع وقتك، عندك نقاط ضعف خليها، يعني لا تقعد تحاول تحسنها وتطورها، تقبلها وبالعكس اظهرها للعلن، ايش رايك في هذا الموضوع؟ انا ما اعرف هو يعني ليش يعني ايش كان سؤاله عليها بالضبط. هل هي تبع منشأة معينة، تبع اخفاق في عمل معين؟ لا ما حتقبل. يعني اذا انت سالتني عن نقطه ضعف في شخصي انا كفرد، يفترض ان انا اعدل عليها، لانه انا اذا ما عدلت عليها بخسر نفسي، حيصير عندي قلق وتوترات وتعب وامرض، حخسر المجتمع اللي انا موجود فيه، أبخسر مكان العمل بعد. لكن اذا انا عندي نقطه ضعف، مثلا انا مقدم على وظيفه الان وعندي نقطه ضعف معينه في برنامج معين، هل من المنطق ان انا اقول هذه نقطه ضعف يتقبلوني كمنشئه؟ مستحيل يقبلوني اصلا. انا يفترض انه انا اتدرب ولين اوصل لمرحله التمهير والتمكين، وما وتصير على كلامه نقطه ضعف قويه، مع اني انا اقول تصير مع نقاط القوه ما حتصير مع نقاط الضعف. صحيح. طيب نشوف احيانا في بعض المواقع المتخصصه اللي فيها انواع الاستبيان عن تطوير الذات وغيره، يقول لك اذكر مثلا نقاط قوتك ونقاط ضعفك وبناء عليها يعطون النتيجه، هل هذه النتيجه تكون صحيحه؟ اذا انا صادق، انا الخسران في كل الاحوال، حطيتها صدق او حطيتها كذب يعني مش حقيقه، انا الخسران. ليش؟ انا مقدم على وظيفه زي ما نكتب في السيره الذاتيه، انا عندي نقاط قوه، مهاره في الكتابه وطلاقه باللغه الانجليزيه وصبر والتزام وكذا، اجي في ارض الواقع انا ما عندي. هم بناء على الاستبيان بيحطوني في تخصص معين. طيب لا. والاستبيانات اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني انا مثلا احد من تطوير الذات كان راس الاستبيان حتى اقدر اعمل اختبار اشوف انا ايش نقاط القوه ونقاط الضعف عندي، هل التحليل النهائي بيكون صحيح؟ اذا انا قبلت التحليل، اي التحليل النهائي حقهم صحيح. اذا انا كشخص ماني واعي في نفسي وتحليلي مش منطقي او مش حقيقي، ردودي كانت على الاسئله الموجوده مش حقيقيه وادعيت انه انا مثالي، التحليل حيطلع خطا اصلا. صحيح. يعني نشوف انه للاسف احيانا لو انا ذكرت نقاط ضعفي، زي مثلا انا عندي نقطة ضعف استغلوها ناس قريبين مني، ويعني ندمت صراحة اني قلتها. انت ايش رايك في الناس اللي يستغلون نقاط ضعف بعض الناس؟ انا ماني بمعني انا صراحة، يعني زي ما قالت اختي انه انا اقول نقطة ضعفي، احيانا انا نفسي كشخص اكون جاهل فيها، ترى في ناس متخصصة او عندها قدرة على اكتشافي، حبتكتشف انه انا عندي نقطة ضعف وبتستغلها. في انا بصادف شخصيات تستغلها لصالحهم، وشخصيات حتستغلها لصالحي انه بتوعيني فيها او بتاخذ يدي اتدرب على طريقه معينه او اتخلص من هذه النقطه. نقاط الضعف مو شرط تكون مهاره، احيانا تكون صفه، ترى احيانا اكون عصبي، احيانا يكون لساني طويل، احيانا كلماتي سيئه، مش الكل مفروض انه يقبلها، لانه نقاط الضعف بناء على شخصيه ضعيفه او شخصيه مهزوزه او شخصيه عندها مشاكل في زمن يعني بيئية وكذا. فنقاط الضعف بالغالب ترجع لي أنا كشخص، يعني هي مشكلة يعني خلل فيني أنا. طيب بعيداً عن الحياة العملية، هنتكلم على الحياة الاجتماعية. ربما كثير عندنا مثلاً نقاط ضعف تكون بسيطة، وهي على قولك هي شوي تكون من الصفات. مثلاً أنا شخص جداً عاطفي، أتعاطف مع الناس، فمثلاً يجيني زميل في العمل ممكن هو يستغلها، أو شريك حياة ممكن هو يستغلها، أو حتى الأولاد صح يستغلوا هذه العاطفة. خلينا نتكلم على هذا الدور، أن الصفات أو نقاط الضعف اللي موجودة عند الشخص، كيف ممكن اني انا اسيطر على الناس اللي حولي بحيث انهم هم ما يستغلوها؟ الان احنا عدينا مرحله عرفتها، وعدينا مرحله اني انا قبلتها. الان انا عندي مفروض قاعده اني انا كيف اتخلص منها انا بيني وبين نفسي. طب انا مبسوط انه انا شخص عاطفي. هي انا عاطفي نعم، بس ماني أي ساذج. اي في فرق بين انا اصير عاطفي اتعاطف مع الناس وارحم، هذه من 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 السمات انه انا مؤمن. لكن انه انا اتعاطف مع الناس والناس تستغلني، ان انا مثلا في عمل اخلص شغلك وانت تروحين بريك طويل مثلا. أيوه. او لا ما الان الموضوع ما هو موضوع انه انا عاطفي، موضوع انه انا وصلت لمرحله العواطف الساذجه والناس قاعده تستغلني لاني راضي. اول ما ابدا اعرف انه فلان هذا اللي مقابلني حيستغلني، ابدا احط خط انا اصلا واتراجع عن اللي انا فيه. اكيد انه انا بميز الاشخاص اللي انا اتعامل معهم. يعني هل ممكن ان نقاط الضعف هذه اقلبها وتكون بدل ما تكون نقاط ضعف تكون نقاط قوه؟ طبعا. اي نقطه ضعف تحتاج إلى تدريب وتمهير وتمكين، وبعدين أكون أنا ماهر فيها،
هحولها من كولم من جدول نقاط الضعف إلى نقاط القوة، خصوصا في العمل. حتى الصفات العادية اللي أنا تتحسن مع الوقت، ما أقول إنها تختفي بس تتحسن. صحيح. أكيد نشكر تواجدك اليوم معانا أستاذة نوف، نورتينا وحياك الله. الله يعافيك حبيبتي، الله يسعدك، شكرا لكم. مشي طبعا احنا حنكمل هذا الموضوع لكن بعد الفاصل، وراح نناقشه أكثر في بيئة العمل. تكلمنا قبل الفاصل عن التعامل مع نقاط الضعف في الحياة الاجتماعية، لكن كمان في جانب مهم واللي هي بيئة العمل. يمكن كثير من الأشخاص يعانوا من استغلال نقاط ضعفهم، سواء من ناحية المدير أو حتى من ناحية زملائه الموظفين. رح نناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. إذن نرحب بضيفنا عبر سكايب الأستاذ أحمد الزهراني، مختص في الموارد البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، إيش هي نقاط ضعفك يا أستاذ أحمد؟ حياك الله، مساء الله بالنور جميعا والمشاهدين والمشاهدات. اتوقع قبل دقائق انت ذكرت عدم ذكر نقاط الضعف امام الشاشات. صحيح، وممكن لما اكون ضيف عندكم ان شاء الله في الاستديو راح. طيب، ما هي هذه الفكره يا استاذ احمد؟ يعني عاده في المقابلات الشخصيه الاتش ار يسال الموظف وش هي نقاط ضعفك، ايش هي الاجابه المثاليه؟ بداية في الحقيقة في الأعمال وفي البزنس دائما نفضل كلمة تحديات، جوانب تحتاج لتحسين، أفضل من كلمة ضعف. السؤال هذا اللي يوجه للمرشح، طبعا خلينا نشوف الهدف من هذا السؤال. الهدف لمعرفة أمور هامة في هذا المرشح. أولا، مدى معرفة المرشح بقدراته ووعيه بذاته. هل هو شخص يعرف أحلل أو سوى تحليل استباقي لقدراته وإمكانياته، وعرف إيش المناطق اللي تحتاج لتحسين وتطوير ولا لا؟ لأنه عملية التطوير والتحسين دائما تبدأ بعملية التحليل، تحليل وضع الراهن. أديك مثال بسيط. اليوم لو أنا أحتاج أطور نفسي في اللغة الإنجليزية، توجهت لإحدى المعاهد أو الجهات المختصة في منح مثلا دورات تعليمية في هذا الجانب، أول أمر راح يقومون فيه اللي هو اختبار تحديد مستوى، وهذا هو تحليل وضع الراهن. فبالتالي عدم معرفة المرشح بنقاط اللي تحتاج لتحسين، طيب عفوا إشارة كصاحب عمل أحمد. الفكرة يعني لما أتكلم عن نقاط الضعف، نتكلم عن مثلا اللغة الإنجليزية، هذه تعتبر واحدة من المهارات، ما أعتبرها مثلا من ضعف الشخصية أو مثلا نقاط الضعف اللي تكون موجودة في هذا الموظف، صحيح؟ يعني هل كمختصين في الموارد البشرية تهتموا بجوانب الضعف الشخصية للموظف؟ احنا في الاثنين، ناخذ الجوانب الشخصيه اللي هو يسموها سوفت سكيلز، والجوانب التخصصيه. نعم. من ناحيه مثلا الحاسب الالي، من ناحيه اللغه الانجليزيه وغيرها من الجوانب التخصصيه في التخصص نفسه. فهذا الجانبين اللي احنا بننظر فيها للمرشح. فاذا المرشح يعلم تماما ما هي الجوانب اللي تحتاج تحسين، تحتاج الى تحسين، فبالتالي تديني انطباع انه هذا المرشح يقوم بتحليل ذاته ويعرف ايش الجوانب اللي يحتاج إلى تحسينها أو تطويرها. الأمر الآخر، الهدف من هذا السؤال، مدى ملائمة جدارات المرشح مع جدارات الوظيفة. كل وظيفة لها جدارات، سواء جدارات شخصية اللي هي soft skills أو جدارات تخصصية، فهل هو ملائم على هذه الوظيفة أم لا. الأمر الأخير، عندما تذكر هذا السؤال للمرشح ويقوم بالإجابة، تديك مدى ثقة هذا المرشح. صح. في التحدث عن نقاط التي يحتاجها تحسين. في بعضهم يمكن ينحرج يتكلم امام الطرف الاخر، ولكن هذه ثقه امام المرشح انه يتكلم للطرف الاخر عن الجوانب اللي يحتاج فيها لتحسين. طيب استاذ احمد، نرجع للسؤال. انا ممكن اكيد اكيد تفضل ارجع. السؤال اللي هو ما هي الاجابه الامثل لهذا السؤال. هنا طبعا ممكن انا اقسمها الى عده فقرات. اولا، عدم الكذب في هذا السؤال، لابد ان تكون صادق وتكون واقعي، ولكن الصدق له حدود. يعني لا تفتح الابواب على مصراعيها وتبدا تتكلم في شيء اللي له علاقه بالعمل وما له علاقه بالعمل. كن صادقا، لانه عدم صدقك اول شيء راح يجعلك امام اللجنه كاذب، وهذه مشكله. الامر الاخر، مشكله اكبر، يجعلك امام اللجنه انت شخص عدم واعي بذاتك، ما تنظر لذاتك ولا تعلم ما هي الجوانب التي تحتاج فيها إلى تحسين. ثانياً، عند ذكر النقاط التي تحتاج إلى تحسين أمام اللجنة، حاول أن تتبعها مباشرة بأنك تقوم بالعمل على تحسينها.
يعني ذكر نقاط الضعف والسكوت عليها معناها أنه أنت والله تعلم أنه عندك نقاط ضعف وساكت، ما تتكلم، ما تسوي شيء. لا، تقول لهم أنا والله عندي النقاط هذه، شغال عليها من فترة، حطيت خطة لعلاجها، الحمد لله الآن وصلت لمستوى أحسن، جالس تتحسن في هذه النقاط. كذا تدي انطباع للطرف الآخر أنك أنت تعلم نقاط التي تحتاج تحسينه وشغال على تحسينها وتطويرها. طيب أستاذ أحمد، خلينا نكون صريحين أكثر، يعني في حال أنه هو كان صريح وصادق زي ما قلت وقال نقاط ضعفه، ممكن تستغل من قبل المدير، من قبل الموظفين معه، فهو إيش يسوي في هذه الحالة؟ لا، إحنا مثل ما قلنا أحياناً في بعض النقاط ما أقدر أذكرها، لأنه إذا كانت هذه النقطة اللي هي نقطة الضعف أو النقطة اللي تحتاج لتحسين لها علاقة كبيرة بالوظيفة اللي أقوم فيها، فهين راح تأثر على مسار الوظيفة، ممكن على مسار المقابلة الشخصية. بمجرد اللجنة تعرف أن عندك نقطة ضعف وهي عامل أساسي في هذه الوظيفة، ممكن يتم استبعادك. فتكون دائماً يعني خليك ذكي في الإجابة على السؤال، ضع إطاراً لنقاط الضعف، يعني حاول لازم تكون جاهز هذا السؤال قبل الدخول على المقابلة الشخصية. تكون جاهز مثلاً بنقطتين ثلاث نقاط بالكثير نقاط ضعف، حاول أن تبتعد عن علاقتها على أن ما تكون عامل رئيسي في نجاح الوظيفة. طيب، كمختصين في الموارد البشرية، في حال تم طرح هذا السؤال وطبعاً جاوب عليه المترشح لهذه الوظيفة، هل هذا ممكن يلغي كل نقاط القوة اللي موجودة عند المترشح أو لا؟ لا، خلينا نتكلم على جانب مهم أيضاً، لا ننسى جوانب القوة. يعني شركة جالوب عندها assessment أو مقياس لتقييم الشخصية اسمه كليفتون سترينغث، هذه يمكن من أفضل المقاييس لتقييم الشخصية. ذكرت في هذا المقياس أن الإنسان يمتلك 34 نقطة قوة، ولكن درجات القوة تختلف، فلذلك لا يوجد درجات ضعف في الإنسان، كلها نقاط قوة لكن تختلف مستوياتها، في نقاط درجاتها عالية وفي نقاط درجاتها متدنية. تركيزي أنا كمرشح على نقاط الضعف وطول وقتي بس أحسن نقاط الضعف، طب وماذا عن نقاط القوة إذا ما عززتها؟ صحيح. اليوم لو أنا قوي مثلا في اللغة الإنجليزية ما مارستها لفترة من الزمن، هل ستبقى نقطة قوة؟ لا، ستعود نقطة تحتاج إلى تحسين أو نقطة ضعف كما ذكرنا. فلا بد أنك أنت أيضا في المقابلة تذكر نقاط القوة، أنه أنا لست فقط مركز على نقاط التحسين، أيضا عندي نقاط قوة، هذه تشكل 70% من شخصيتي، أني أعمل عليها وأعزز عليها بحيث أنه أنا أتغلب على نقاط الضعف اللي عندي. طيب، في حال كان الشخص يعاني من مشكلة التسويف، يعني أجل إنجاز بعض المهام إلى آخر لحظة، هو كيف يقدر يجاوب على هذا السؤال وقت المقابلة مع الموارد البشرية بشكل صحيح بحيث أنه ما يخسر الوظيفة؟ هذه المشكلة دائما كثير من يمكن موضوع التسويف، لكن لها علاج. يعني أنت اليوم راح تجاوب على هذا السؤال، تقول إنه أنا نعم أنا عندي ممكن جانب التسويف، ولكن بدأت أعمل على بناء خطة أرتب أموري، بدأت أتعلم موضوع إدارة الوقت وشلون أنا أحقق أو أقوم بعمل مهامي أولا بأول، أخذ دورات في عملية وضع الأولويات في موضوع وضع خطة للعمل وترتيب الأمور. فبين للجنة إنه كانت عندك هي نقطة تحتاجها تحسينها ونقطة ضعف، ولكن مع مرور الزمن بدأت تتعلم، والحمد لله الآن تقريباً 60% من المشكلة عالجتها من خلال الممارسة الفعلية والتمرين العملي الدوري على هذا الجانب. استاذ، في نقطة ممكن أوضحها برضو في عملية الإجابة على السؤال، ترى في أجوبة ذكية، يعني أديك مثلاً جواب ذكي، في بعض الأشخاص يقول نقطة ضعف ولكن هي بالنسبة لصاحب العمل هي جيدة. يعني مثلاً يقول يا أخي أنا من الأشخاص اللي أنا أستمتع في العمل، وأحياناً أجلس فترة طويلة في العمل، حتى وقت طويل في العمل، ولكن وهذا الشيء أثر على التوازن ما بين الحياة والعمل. أي نعم، هو بالنسبة له نقطة ضعف لأنه هو لم يوازن بين الحياة والعمل، لكن صاحب العمل يرغب بالشخص هذا ويقوم يستغله المدير ويقول والله أنت قلت في وقت المقابلة وتوهق الرجال، صح؟ لا، هو يقول له أنه خلاص جالس أعالجها، أنا جالس أعالجها أرجع أعيد التوازن مرة، هذا المهم، يعني يكون ذكي في الإجابة. صحيح. أستاذ أحمد الزهراني مختص في موارد بشرية، شكرا لك ولتواجدك معنا. مشاهدينا كذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة بنفس الموعد، فبأمان الله.